ملي كيتلقى ان ليتر كيس كيل سودي بوغ نو با لوي دوني ان ريبونس، اشنو تيقول باش ما يعطيهاش الجواب؟ واش كاين اهم من الدفاع على الحقوق ديالنا؟ صوف الا كنتو نتوما باغينا كونو سويو انكابابل دو ديفوندر نو دغوا. الا كنتو باغينا هكذا ساشي اوسي كونو سوغو انكابابل دو ديفوندر ليماج دو نوتر انستيتيسيون. وحاجه اخرى تتعرفوها نتوما وتنعرفوها حنا، وهي راه الا كان الشخص ما دايرش كوريكتومون لي زاتريبيسيون ديالو او ما عدوش لي جيستيفيكاسيون ديالو راه ما غيقدش يريكلامي. دونك انا جو بارل دو موا ميم، انا ما عنديش اوكين لاكين، جو نو ليس با دو فاي دون ليكزيكيسيون دو مي زاتريبيسيون، وعندي معاكم 21 نو 6 موا دو سيرفيس اي ديكسبيريونس اي نون با سولمون دونسيانتي. Toujours, je parle de moi-même, ou avec plus de précision. Ou je vais commencer la ponctualité. خلال 21 عام و 6 شهر ما عمرني جيت معطل العمل ديالي. وملي كنقول بحال هاد الكلام جو ميزور مي مو، يعني ما عمرني جيت معطل ابدا العمل ديالي داخل كل المؤسسات وكل المدن اللي اشتغلت بها. وغادي نبقى هكذا جيسكا لا فان دو ما كارير. ندوز دابا لاسيدويتي. خلال 21 عام و 6 شهر جي ديبوزي ان سول سيرتيفيكا ميديكال على سويت دين اوسبيتاليزاسيون واللي كانت في سنة 2010. النوتر سيرتيفيكا دو مالادي ما عنديش. بالنسبة لي سيرتيفيكا دي سومبلون دو مالادي جو نوني اوكان، وما تنامنش بهم اصلا. فيما يخص لي سيونس مونكي سو فورس ماجور، هاد لي سيونس كندير ليهم راتراباج وكنسينياليهم سير لو كايو تكست، مع العلم انه ما كنديباسيش ان جور باغ اوتوريزاسيون دابسونس وما كنديباسيش 5 اوتوريزاسيون باغ اون. Ou le rattrapage, je le fais volontiers. Kaina andi l'organisation, la documentation et la traçabilité. Kaina andi la qualité de la formation, que ce soit au sein de l'établissement ou au sein de l'entreprise. Kaina l'entretien d'équipement et la préservation du patrimoine en général de l'office. Kaina le savoir. Le savoir-faire, les connaissances pédagogiques et la mise à jour. Kaina la disponibilité et la serviabilité. Ou kaina trois concours de promotion interne remportés d'affilée. Ou celle d'abord, l'insertion de lauréats. J'ai réalisé l'insertion de l'ktar minmiat ouvriers qualifiés au sein de Renault Casablanca. يعني ليزين دو كونستركسيون اوتوموبيل، وكان هذا بين سنة 2009 و 2016 وعندي لي ليست ديالهم، وكلهم هذه لوريا داروا لا فورماسيون ديالهم عندي، زائد واحد الفوج اللي دخل في سنة 2005 قبل ما نجي ستات. وهذا ليس بفضل علاقات شخصية، ولكن لو برودوي كو جو لوغ دون est un produit compétitif, c'est-à-dire des lauréats ayant fait une formation professionnelle réelle. Ou كل شيء يعلم أن المقاولة لا تؤمن إلا بالكفاءة والمردودية. وغنزيد خريجي الشعب الأخرى اللي ساهمت أنا في الإدماج ديالهم، خصوصا شعبة الكاروسري بانتير. هناك امل اخر قمت بالانجاز ديالو وكنعتبرو ان ترافاي اكسيبسيونيل، وهو عباره عن تعريف كامل ومفصل لشعبه لا كونستركسيون ميتاليك، وسايتي الابوري سو فورم دين اكسبوزيسيون سير بوربوان، وكانت فيه في البدايه حوالي 30 ديابوزيتيف
في سنة 1999 وحاليا فيه 202 ديابوزيتيف، وكنستعمل سنويا في لا كومبان دانفورماسيون و دورونتاسيون، وكنستعمل كإيد ديداكتيك تقريبا يوميا في لي سيونس ديالي. نقطة أخيرة، عند التحاقي بالتكوين المهني كمكون بشعبة الكونسيكسيون ميتاليك في 1995، هذه الشعبة معروفة بكثرة الآلات والمعدات، لاحظت أنه في أغلب الأحيان تيكونوا عندنا دي بان إلكتريك، وكنضطروا نمشيو نديرونجيو لي فورماتور كوليغ لي كيديرو إلكتريسيتي باش يجيو يديرو لينا لا ريباراسيون. وقلت مع راسي pour pouvoir assurer un entretien général des équipements, خاص يكونوا عندي de vraies connaissances en électricité. ومشيت درت 3 cours du soir وحصلت على ديبلوم en électricité industrielle. من بعد لاحظت انه pour pouvoir assurer une bonne gestion de la base de données ديال الفورماتور اللي فيها لي نوت لي زو اف ام لي كونترول لي دوكيمو دو ستاج لي اوتر تيب دو دوكيمو، خاص يكون عندي دو فري كونيسونس اون انفورماتيك. ومشيت درت 3 كور دي سوار وحصلت على ديبلوم اون انفورماتيك بيروتيك. وهاد لي دو نوفو ديبلوم سو سون تاجوتي ا مون ديبلوم اوفيسيال لي هو في الكونستركسيون ميتاليك، et à mon bac technique li huwa fi fabrication mécanique, où les 4 hassit atawni une polyvalence qui permet d'exercer d'une meilleure façon le métier en général du formateur. Wadchi kamel dirto pour donner l'exemple d'un formateur ou d'un employé en général qui honore son employeur et qui honore son institution. وفي الاخير من بعد 21 عام كيجي مدير تياخذ لك حقك ظلما، اقول ظلما، وملي كتلتجئ الاداره كتجاهلك. اذا ماذا نسمي هذا؟ مالوغوزمون هذا عنده سميه وحده، وهو ان الاداره ما كتقومش بالواجب ديالها. في الاخير غادي نعطي بعض المعلومات سو فورم دي زافي اي انتربريتاسيون سير لي ديفيرون بيرو دو لا هيرشي اللي انا راسلتهم. وغادي نبدا بالسيد مدير المركب. مدير المركب ما جاوبنيش حيت ما لقاش لا مواندر ريزون بور جيستيفي لا نوت كي ما دوني، سو كي بروف انه تعمد يحطمني كيف ما تنقولها وتنعاودها. السيد المدير الجهوي، غادي نرجع شويه في الماضي. السنه الماضيه بين شهر 9 وشهر 11 2015، وفي اطار الاستعدادات لتدشين مدرسه محمد السادس للبناء والاشغال العموميه الموجوده بالسطات، كنت مكلف بانجاز بعض القطاع اللي كتدخل في التخصص ديالي، وخدمنا دو 8 h 20 h دي فوا دو 8 h 22 h، و اون فوا خدمنا دو 8 h 00. والمدير الجهوي الحالي كان قد التحق بالمديرية الجهوية الشاوية تادلة وكان على علم بهذا. بعد تدشين عيط ليا لإنجاز النوتر ترافاي لنفس المؤسسة، وقمت بالإنجاز ديالو مع العلم أنني لست الوحيد في هذا التخصص داخل المركب. من بعد احتاج لمكون في التخصص ديالي لتأطير شعبة لمانتونونس دي زونجان دي باتيمون اي ترافو بيبليك بمدرسة محمد السادس، ومشيت خدمت من شهر 3 حتى لشهر 7 2016، ودرت ان ترافاي دو كاليتي بروفي باغ لا ساتيسفاكسيون دي غروب اي باغ لا ساتيسفاكسيون دو لا ديريكسيون دو ليكول، مع العلم مرة اخرى أنني لست الوحيد في هذا التخصص داخل المركب. وأستطيع القول أنه في هذه الفترة بالضبط صرت أنا حالة خاصة أو نادرة، بحيث أصبحت أشتغل في 3 مؤسسات،
عندي فوج واحد مستوى سبيساليزاسيون في مؤسسة، عندي جوج أفواج مستوى كاليفيكاسيون في مؤسسة أخرى، وبزوجهم كيتوجدوا داخل المدينة، وعندي فوج واحد مستوى تكنيسيان سبيساليزي في مؤسسة تبعد عن المدينة ب 15 كيلومتر. كل هذا ومن اللي قدمت لي الشكاية ديالي ما جاوبنيش. لا كيسيون كي سوبوز، واش هذه هي الإدارة الجهوية؟ واش الإدارة من اللي تحتاج لي أنا جو سوي لا جو سوي على ديسبوزيسيون، ومن اللي نحتاج لي أنا il me tourne le dos. السيد مدير الموارد البشرية، مدير الموارد البشرية رسل لينا هاد السنة une note de service وصلتنا بتاريخ 1 نوفمبر 2016، يعني قبل ما نوضع أول شكاية ديالي، وكتكون من 5 صفحات، والموضوع ديالها غادي نقراه لكم. مذكرة إلى السيدات والسادة المديرين المركزيين والجهويين حول تحسين أداء الإدارة والرفع من جودتها، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح دورة البرلمان التشريعي 10 بتاريخ 14 أكتوبر 2016. بالنسبة للنقاط اللي جابتهم لا نوت دو سيرفيس واللي عندهم علاقة بالمشكل ديالي، كنلقاو لابد من تغيير العقليات داخل الإدارة، ضرورة إعطاء العناية اللازمة لجميع الشكايات أو التظلمات الواردة على المكتب، إيجاد حلول لها داخل أجل لا يتعدى 15 يوم، اللجوء إلى التقنيات الحديثة للتواصل، التشجيع على العمل بجدية داخل المؤسسات حتى يقوم جميع المستخدمين بدورهم. إذن هذا الشيء اللي جاء في هذا النوت دو سيرفيس بالنسبة لي أنا كله كلير، وغادي نخليه سان كومونتير. السيد المدير العام، الشخص الوحيد اللي بقى عندي أنا فيه أمل هو السيد العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنهاء الشغل، باسكو أنا جو سوي سيغ سيغتان كون نو لوي ترانسمي با سو جون دو بروبليم et que ma lettre elle-même ne lui a pas été transmise. علاش؟ لأنه يتصدى بكل حزم لهذا النوع من التصرفات، ولهذا قررت نبوستي ان فيديو سير انترنت pour qu'il en soit informé. وبهذه المناسبة أشكره كثيرا على الإصلاحات الكبيرة التي يقوم بها داخل التكوين المهني، سواء على مستوى محاربة الفساد أو على مستوى تطوير المؤسسة، واللي صارت في العهد ديالو إن فورت انستيتيسيون. وهذه الشهادة نقولها أون طونكو كيلكا اللي عاش داخل التكوين المهني قبل وبعد مجيء السيد العربي بن الشيخ. وفي الأخير أطلب تدخل السيد المدير العام pour que ma note méritée me soit restituée. احتراماتي لكل المدراء اللي راسلتهم، لأن الاحترام واجب والدفاع عن حقوقي حق مشروع. ثم تحياتي المتميزة للسيد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنهاء الشغل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.